كنا قد توقفنا عند دخولك مبنى المخابرات العامة، وقلت إن أنت لم تجد أي شخص في المخابرات العامة في هذه اللحظة، لكن من الأسرار الهامة والغامضة والتي لم يكشف عنها النقاب بالكامل قضيتك أنت شخصيا مع المهندس عثمان أحمد عثمان، رجل المال والأعمال الشهير وصديق وصهر الرئيس الراحل أنور السادات. عندما كنت رئيسا للمخابرات ألقى رجالك القبض على عثمان أحمد عثمان بتهمة خطيرة، تهمة التجسس لحساب إسرائيل. ما هي أسرار هذه القصة الغريبة؟ اسمح لي أن أنا أقول عليها الغريبة، وخاصة أن ابن شقيقة عثمان أحمد عثمان حكم عليه بالإعدام في هذه القضية. النقطة الأولى هي أن الشائعات الكثيرة التي تناثرت هنا وهناك آن لها أن تتوقف وأن نكشف النقاب عنها، ولذلك فأنا هنا لأبطل هذه الشائعات كشاهد على وكصانع تاريخ وأحداث تلك الفترة. اثنين، أن عبد الناصر بعهده ترك بصمات في التاريخ لا يمكن أبدا أن ينفيها أو يعتدي عليها بعض الذين يلقون الشائعات. ويكفي أن الأخ صلاح نصر المحكوم عليه بالسجن في أيام عبد الناصر لمدة 40 سنة يقول فيما نشر من مذكراته أنه أعظم من أنجبته مصر. ثالثا، أن عبد الحكيم عامر خرج عن الشرعية الموجودة لسبب جوهري يجب أن ينال اهتمام كل من يهمهم الأمر، وهو تداول المسؤوليات وعدم الإصرار على إبقاء المسؤولين لفترات طويلة جعلته يخرج عن الشرعية القائمة، وأن اشتراكنا في عملية إعادة فرض الشرعية التي كان لا يقدرها عبد الحكيم عامر كانت واجبة من أجل مصر ومن أجل الوطن. رابعا، أن عبد الحكيم عامر حوكم أمام الجماهير وأمام التاريخ ليس فقط لأنه كان من أهم أسباب النكسة، ولذلك لم يكن هناك إطلاقا داعيا بعد تحقيقات السيد محمد عبد السلام النائب العام، بل والنائب العام الحالي الذي حفظ التحقيق، أن يستمر ترديد الشائعات عن كيفية موت عبد الحكيم عامر. خامسا، لم يكن هناك مصلحة لأي فرد موجود في الإدارة في تلك الفترة سواء عبد الناصر أو أحد رجاله لكي يفعل ما فعل، لأن عبد الحكيم عامر انتحر فعلا، وبدأ هذا الانتحار من يوم أن فقد قواته فوق أرض سيناء. ده كلامي. نتنقل تاني مرة للسؤال اللي حضرتك بتجاوبي عليه. عثمان أحمد عثمان. أولا بتقولي أنا اعتقلته أو جهاز اعتقله، هذا لم يتم. لم يتم. لم نعتقله، اللي اعتقلته النيابة مش إحنا. الجهاز ليس جهة اعتقال وليس جهة قبض على أحد. إيه قصة الأخ بهجت مع عثمان أحمد عثمان؟ يعني لم يحقق معه في الجهاز عندكم؟ ثانية واحدة، في الغرف المظلمة؟ ما قلتش لم يحقق، أنا قلت لم نحقق. غيرنا اللي حقق. حضرتك شخصيا ما حققتش معاه اطلاقا، لكن في الجهاز تم التحقيق معه داخل جهاز المخابرات بواسطتي النيابة. بواسطة النيابة؟ اه، في جهازك انت؟ اه. حضرتك كنت موجود في مكتبك والنيابة بتحقق معاه؟ تماما. بس النيابة برأت عثمان من اتهامات التجسس. ابدا ابدا، سأرجوك يا لا
القصة مش كده لسه. القصص دي قصص غريبة شوية. في يوم من الأيام أي. في شاب مصري مقيم في ألمانيا فجأة بدأ يتردد، وتفتح له أبواب خاصة في القوات المسلحة. وحينما يقدم إلى القاهرة تفتح له صالة كبار الزوار، وأخذ ينفق عن سعة بشكل غريب جدا. مثل هذه التصرفات كانت تجذب نظرنا لنتحقق من هذه الشخصيات ومن وراءها. لقينا الرجل يبدو انه كان بيشتغل في تجارة السلاح. لما تقصينا وجدناه انه ابن اخت المهندس عثمان احمد عثمان، وهي ساكنة مش فاكر في غمرة ولا في الفجالة ولا حاجة. والولد ده من الاولاد اللي ما فيش عن يعني ايه، ما لهمش زي ما بنقول عليهم ايه للوفاء للعائله او اي حاجه. وتزوج واحده المانيه وعايش في المانيا، وبدا يتردد على مصر. احنا وقتها كمخابرات كنا بنقيم الدشم، وزي ما قلت لك انا كنت وزير حربيه ورئيس مخابرات. الدشم لها رسومات، واحب اقول ان القوات المسلحه في تلك الفتره كانت اول قوات مسلحه تبني دشما بهذه الطريقه بواسطه المهندسين بتوعنا. ونقطه على الماشي، الدشمه وقتها كانت بتتكلف 5000 جنيه. فما يقال عن ان سبب النكسه وسبب ضرب الطيران ان ما كانش فيه ميزانيه، ايوه عيب. ده الدشمه 5000 جنيه. يعني لو انا بنيت من سنه 56 لسنه 67 كل سنه 20 30 دشمه، واخد بالك؟ يعني ب 25000 جنيه او ب 40000 جنيه او ب 100000 جنيه، افتكر ما فيش دوله تعجز عن 100000 جنيه. هي عمليه عدم وعي وعدم اهتمام. واخد بالك؟ ده ايه بقولها على المشي. فكان كنا بندي، كان مين اللي بيقوم بهذه العمليات والبناء؟ القطاع العام للتشييد اللي بعض الاقلام هربدته، ان القطاع العام ده كل الاجرام وقع من القطاع العام. اهو ده اللي كان بيبني لنا الدشم، القطاع العام، وده اللي كان بيبني المساكن الشعبيه، وده اللي كان بيبني في الواحات واسوان وقنا والحتت دي كلها التي كان يرفض القطاع الخاص انه يبني في هذه المناطق. من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها كان بيعمل الدشم في شركات. فكنا بنسلم لكل شركه عدد من الدشم عشان يبنيها تبعا لرسومات خاصة. لو اتعرفت هذه الرسومات، ها؟ السقف تخانته قد ايه والباب قد ايه والحاجات دي كلها هنا، يبقى اذا الدشمة ليس لها قيمة، فقدت اسرارها. فكنا عملنا ازاي؟ كنا بندي رسومات ونخرمها. يعني مثلا ايه، هالة رقمها 25 وهتستلم عشان تبني 10 دشم، فنجيب الرسومات ونختمها، هي من صورة واحدة ونختمها ونخرمها بآلة تخريم علشان يتعرف ان 25 ده بتاعك انت. فعثمان من ضمن المقاولين اللي موجودين خد رقم. طبعا الولد
لما تتبعنا اتصالاته في ألمانيا وجدنا اجتماعه اجتماعات غريبة. وكان في الأول تيجي الشنطة كلها مع بعض لمصر، ثلاثة أربع ناس أنا مش فاكرهم عددهم كام، ويقعدوا معززين مكرمين ويرجعوا إيه يسافروا مرة. حتى تلك الفترة ما كانش عندنا حاجة تثبت. المدة طالت. في يوم الولد جه لوحظ عليه حاجة غريبة، في عفشه شنطتين اتنين متماثلتين. متماثلتين قعد شنطة منهم خدها من أوضة اللوكاندا، كان نازل في الهيلتون، وداها على بيت والدته في غمرة أو اللي ما عرفش إيه اللي. أي. غالبا في غمرة. الولاد اللي كانوا متتبعين هذه العملية بيسهروا لغاية الفجر وما بعد الفجر، وقتها طلعوا علينا احنا، مش طلعوا على صلاح ناصر، زوار الفجر. ايوه كنا زوار الفجر. كنا بنسهر للفجر عشان ينام غيرنا للفجر وما بعد الفجر. اتصلوا بينا. ازاي يعني برضو حضرتك كان زوار الفجر ايام صلاح ناصر بيروحوا للناس في الفجر يفاجئوهم وهم نايمين امنين؟ وايام انا بقول لك ايام انا الناس كتبت على زوار الفجر. بيفاجئوا الناس في الفجر. طب وماله؟ ما مش بيشتغلوا لغايه الفجر. يعني هيفاجئوهم بعد ما ياخدوا حمام ويعملوا، لازم يفاجئوهم في الفجر. امال هيفاجئوهم امتى؟ على اي حال. ان كان ده مش عاجب الجمهور يبقوا يزوروهم من الظهر. مش لا لا المخابرات لا ردت لا. قائله ايام على اي حال الحين ردت الصحافه لما الصحافه هاجمت وقالت زوار الفجر، فالمخابرات العامه ردت قائله زوار الفجر حتى ينام المواطنون امنين الى الفجر وما بعد الفجر. انا رديت وقتها كانت حاجه مشهوره. أي. ان تم نقد المخابرات. أي. والمخابرات بترد. أيوة. ده كانت حاجة جديدة، حاجة خالص. غير مسبوقة. أيوة. وأنا أفخر بهذا. كلموني بالليل الفجر. أيوة. وقالوا لي ده الواد ماشي دلوقتي مسافر. مسافر وعلى عجل. هل نقبض؟ قلت له أيوة، بلغ النيابة. وكان لنا عادة نكتب جواب للنائب العام لينتدب احد رؤساء النيابه لكي يتولى القبض. قلت لهم اكتبوا خذوا الاجراءات وبوضوا على الورد. فعملوا الجماعه المختصه، وانا اوجه لهم كل شكر، الاولاد اللي اشتغلوا في تلك الفتره العصيبه والتي ويمكن ما اعرفش بعضهم اسمائهم، وعملوا جماعتين، جماعه راحت للهيلتون وجماعة راحت لبيت والدة بهجت اللي هي أخت عثمان. في نفس الوقت فضلوا قاعدين في الريسبشن تحت لغاية ما رجع نزل بهجت عشان يعمل كليرنس في الأوتيل. راحوا جنبه وقالوا تسمع احنا عاوزينك، انتوا مين؟ قالوا احنا المخابرات العامة. تعال. ايوه قال لهم قوي اتفضلوا. ايوه اتفضلوا. لما فتشوا الشنط ما لقوش معاها حاجه. فافرجوا عنها. لا فالجماعه الثانيه اللي راحت بيت والدته جابت الشنطة التانية. أيوة. لما فتحوها وجدوا فيها رسومات الدوشة بتاعة عثمان أحمد عثمان، بتاع شركة عثمان أحمد عثمان. وهنا كان لابس برنيطة، رفع البرنيطة وقال أنا أرفعها تحية للمخابرات المصرية.
لانه وجه العميل الجاسوس ما يقدرش يقول انه ما عملش ما تجسس، لانه ما بيتمسكش اذا كانت العمليه صح الا اذا كانت الدلائل هي، تاخد بالك؟ فلما شاف البتاع ده هي اعترفها. النيابه قبضت عليه وحبينا نجيب بقيه الخليه من بره، فخليناه خدنا العنوان طبعا عندنا وشيعنا برقيه باسم بهجت للاخوان، قلنا لهم الصفقه تمت، اتفضلوا تعالوا. واحد منهم ما جاش شك، الاثنين جم وكل واحد خد 15 سنه ورجعنا بدلناهم زي ما بيحصل في عمليه المخابرات. والواد بهجت ايه اعترف بهجت. بهجت خد الخرايط ازاي؟ لما اتمسكت بتاع ديت خدهم بقى، امرت النيابه بالاعتقال عثمان احمد عثمان. ايوه. واعتقل في مبنى المخابرات العامه. وانا رحت له. زرته. برضه عثمان شخصيا. فرحت له، ايه يا عثمان؟ ده في المبنى بتاعك حضرتك كنت رئيس المخابرات؟ ايوه. رحت له. نزلت له يعني. انت اكلت ولا ما اكلتش؟ قال لا والله ما دقته. قلت له طب انا هجيب لك كباب وكفته بتاع ايه؟ قال لي مش عاوز. وكان زعلان جدا. هديته الغرض. صبحنا تاني يوم الصبح النيابه بدات ايه تحقق في الموضوع، وجم الاثنين التانيين والثابت موجود. العمليه بقى، من الذي سلم الايه الرسومات المرقمه لهذا الشخص ولمن يعمل؟ ظهر الاتي باختصار بقى، ظهر الاتي. الولد في الاول تمسك ان عثمان هو اللي اداله الخرايط. فاتقبض عليه. خاله. اتقبض عليه. وبعدين اتجاب عثمان. وجه عثمان ببهجت، وانا حضرت هذه المواجهه. ايوه. اتقلت للنيابه ووقفت حضرت. رئيس النيابه سال بهجت. قال له تشرب ايه؟ انت قدامي في طريق التحقيق. قال له انا عاوز حاجه ساقعه. طيب جابوا له حاجه ساقعه. ووصي لي على كباب وكفته اكلهم وانا الظهر بعد ما خلص التحقيق. وقت كان فاجر يعني. فبعدين الولد قعد وقال مين اللي اداك يا ابني الرسومات دي؟ قال عثمان. عثمان ده راح. وانا مقدر ظرفه يعني. قال له انا يا بهجت اللي عملت كده؟ ده الولد ده خدم عندي في الشركه وكان ملوث ماليا فطردته، فاختي اترجتني ورجعته مره اخرى برضه طردته، اساء التصرف فطردته. فدريت انه سافر على المانيا بيشتغل. يا ولد مش حصل كده الغلط بعد؟ لا، الولد قال ايه؟ عيط الولد بهجت وقال ايوه انت السبب في مصيري ده، انك لو كنت قعدتني في الشركه كنت استمريت في هذه الشركه. فرئيس النيابه قال له يا ابني يقعدك ازاي اذا كنت انت حرامي؟ وهنا تم الاعتراف وافرجت عنه النيابه. افرجت عن عثمان احمد عثمان. ايوه. عثمان بيقول ايه بقى؟ وقف يخطب في نقابه المهندسين. شوف لما تبدل الاوضاع وجاء انور السادات حب يتقرب الى انور السادات وقال وانا قمت بالاتصال بالرئيس العادل الديمقراطي البتاع فامر بالافراج عني مباشره. شفت الحقائق بتتعمل ازاي؟ وهي لا الرئيس عمل ولا انا عملت، اللي عمل النيابه العامه برأيك. لما شافت هذا الكلام. ولكن قيل وقتها هذا الكلام، خد اعدام والاخوان التانيين الالمان التانيين اثنين، وثبت ان اسرائيل كانت وراء هذه العمليه. ودي قصه عثمان احمد عثمان. عثمان احمد عثمان قال ان هذه القضيه لفقت له، لفقت له، اي انكم اتهمتم بما كان يتهم به صلاح نصر من تلفيق القضايا والتهم للناس لاغتيال الشخصيات العامه.
لا، وأنه كان معتقلا في مبنى المخابرات الذي ترأسه. في مذكراته ذكر عثمان أحمد عثمان أن المخابرات العامة طلبت منه أكثر من مرة التجسس على بعض الدول العربية وغير العربية التي كان يرتبط بها معها بأعمال مقاولات، وكذلك التجسس على المسؤولين في هذه الدول، المسؤولين الذين ألقاهم. ولأنه رفض ذلك ولأنه يكره الخيانة على حد قوله، فقد لاحقوه وطردوه ومنعوه من السفر ولفقوا له هذه الاتهامات، الأمر الذي اضطره إلى تصفية أعماله في الخارج. طب انت بتقولي لفقوا بتشاور عليا انا المخابرات المخابرات مش حضرتك كلام شخصك كلام يعني. عيب يعني كلام المخابرات طيب كلام عيب وانت كنت رئيس المخابرات كلام العامه كلام ده عيب كلام ده عيب يعني ايه يتجسس لحساب المخابرات؟ اولا دي مش جاسوسيه كان فاكر يعني والتجسس لحساب بلده ليس جاسوسيه، ده منتهى الشرف لما يجيب معلومات لبلده يعني طلب منه. لا انا ما قلتش كده، انا بقول الاول فزلكه تاريخيه، سميها فزلكه تاريخيه. انا بقول انه ده مش عيب، وهو كوطني لازم اللي يشوفه يجي يقول عليه، وده مش تجسس. التجسس ان تتجسسي لصالح دوله اجنبيه مش لصالح بلدك. واشرف حاجه يعملها الرجل او السيده لما تشوف حاجه تفيد بلدها تقول عليها، ده مش تجسس. وبعدين محدش طلب منه هذا الكلام ابدا الا اذا كان الاخ صلاح طلب منه، وهو كان صديق الصدوق لصلاح مصر، احنا لم نطلب منه هذا على الاطلاق، واخد بالك؟ ف ده موضوع تبرير. تبرير احنا ما فيش بيننا وبين بيننا المخابرات العامه يعني في جريمه ارتكبت وتم اعدام الشخص، يعني أيوة. ثبت انه كان يتجسس أيوة. وانه اخذ الرسومات من مكاتب عثمان احمد. طب هقول لك بقى على حاجه. ايوه عثمان جالي والمهندس احمد محرم اهو عايش. ايوه هو عثمان ميت ولا عايش؟ عايش انا ما اعرفش. نديله طول العمر. جالي عثمان واحمد محرم بس مريض يعني في البيت بعد ما افرج عنه عشان يشكر. والله العظيم احمد محرم موجود وجه وقعد وشرب قهوته وقال انا جاي اشكر شكرا جزيلا على المعامله وعلى بس انا كان ليا رجاء، بدل ما كنت تقبضوا عليا في الشركه كنت ناديتني في التليفون وتعالى قول تعالى، كنت هقول لك لا، كنت حاجة على طول وتحققوا معايا بدل ما ايه جلستي اصبحت بجلاجل وانا في الايه في الشركه. ده العمل ايه؟ وشكرني انا شخصيا في بيتي عشان هذا الموضوع. لا شوفي ما اقول لك على حاجه، احنا ما كانش بيننا وبين حد اي حاجه. وبعدين انت قلت كلمه الناس بتخاف، لا اللي بيخاف هو الشخص المرتكب، لكن شخص نظيف ماشي على الصراط المستقيم وطني بيعمل لحساب وطنه ولا يهمل ولا يسرق ولا يخون ولا يتجسس هيخاف من المخابرات ليه؟